تعالوا برضو بقى نتكلم على البرنسبل بتاع لو انا خلاص انا وصلت للديفينيتيف دايجنوستس بتاعي وعرفت نوع الاورجانيزم. فهنا هيبقى عندي بقى ايه حسب نوع الاورجانيزم برضو هنينا نركز على البرنسبل. اول حاجه اللي هي طلعت نيسيريا مننجيتيدس، نيسيريا اللي هي الجرام نيجاتيف كوكاي. هشرح فكرة حاجة مهمة قوي هنا بنستعملها ودي المفروض كل الناس تستعملها اللي هو فكرة الـ MIC Minimum Inhibitory Concentration. الفكرة ببساطة ايه؟ الفكرة ببساطة ان النيسيريا Very Sensitive للبنسلين، يعني تقريبا كل النيسيريا بتستجيب للبنسلين ولكن ما اضمنش. الـ MIC ده بيعرفني ايه؟ بيقول لي ايه؟ بيقول لي هو الاورجانيزم ده سنسيف للبنسلين ولا لا؟ طيب انا عملت الـ MIC فطلع الـ MIC بتاع البنسلين رقم معايا، مش هممني الرقم. بس الـ MIC بالنسبه للبنسلين بتاع النيسيريا طلع قليل، اقل من 0.1، مش مهم الرقم كام. ده معناه ان الاورجانيزم سنسيتيف للبنسلين. يبقى لو الام اي سي قليل بالنسبه للبنسلين يبقى انا كده ده سنسيتيف وهقدر اجيب الكونسنتريشن ده جوه البرين لو اديت دوز عاليه من البنسلين وهقدر اشتغل على الاورجانيزم ده. فلو طلعت الام اي سي قليله خلاص يبقى ادي بنسلين. هنا بقى بدي هاي دوز بنسلين، بدي دوز عاليه قوي، مش مهم الدوز كام. الاحتمال الثاني ايه؟ الاحتمال الثاني ان يطلع الام اي سي بتاع البنسلين عالي، ففي الحاله دي مش هقدر ادي بنسلين، ما ينفعش. ده معناه ايه؟ معناه ان الاورجانيزم ريزيستنت للبنسلين، او انا مش هعرف احقق الكونسنتريشن ده جوه البرين، فخلاص يبقى مش هينفع ادي بنسلين. ادي ايه؟ حدي البدايل بتاعتي، لا اما حدي سيرد سيفالوسبورين. سيرد سيفالوسبورين كفايه نبقى عارفين واحد اللي هو المشهور قوي اللي هو السيف تراكسون. سيف تراكسون ده بتاع حقنه البرد اللي الناس بتاخده في حقنه البرد عشان لما جينا حاله من انزايتس ما يشتغلش. فهنا حد السير جنريشن. طيب في احتمال بقى يحصل لي ايه؟ ان العيان بتاعي عنده تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي من البنسلين، لا هقدر ادي بنسلين ولا هقدر ادي سيفالوسبورين. ففي الحاله دي حدي ايه؟ حدي فانكو مايسن. يبقى الفانكو مايسن لو في هايبر هيستوري اوف تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن للبنسلين ولا بنسلين ولا سيفالوسبورين حدي الفانكو مايسن. طب ما فيش حاجه تانية؟ في حاجه مهمه قوي، كلورامفينيكول. بس خد بالك من الكلورامفينيكول. كلورامفينيكول هو اللاست تشويس. لاست ليه لاست تشويس؟ لان مشاكله كتيره قوي، بيعمل سيبك من جراي بيبي سندروم، مشاكله طبعا على البون مارو سبريشن، وبالتالي يبقى ده السيكونس اللي همشي بيه. يبقى انا عايز تبقى عارف انا شخصت نيسيريا طلع الام اي سي بتاع البنسلين قليل، ادي بنسلين هاي دوز. طلع عالي ادي سير جنريشن سيفالوسبورين. العيان عنده تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي ادي فانكومايسين، لا ده ولا ده ينفع. عندك خلي كلورامفينيكول معاك بس خليه لاست تشويس علشان مشاكله على البون مارو. حاجتين بقى مهمين في النيسيريا ما يتنسوش. نمره واحد، لازم اعمل للعيان ده ريسبيراتوري ايزوليشن. ريسبيراتوري ايزوليشن من البدايه كده لمده على الاقل 24 48 ساعه لانه بيبقى بيعدي، فلازم اعمل له ايزوليشن. دي حاجه ما تتنسيش مع النيسيريا. نمره اتنين، لازم اعمل بروفيلاكسز
للناس اللي حوالين العيان. بروفيلاكسس هعملها بايه؟ قدامك ثلاث أدوية، لإما هتدي الريفامبيسين لمدة يومين، مش عايز دوز، عايز بس الكونسبت، ريفامبيسين يومين، أو تدي سنجل دوز من السفالوسبورين اللي هو السيفتراكسون، أو تدي سنجل دوز من الكينولون. يبقى لا سنجل دوز السيفتراكسون، لا سنجل دوز من اللي هو الكينولون. طبعا لو طفل صغير يبقى لإما ريفامبيسين لإما السفالوسبورين، ما بنحبش الكينولون، ملوش لازمة، عندي بدايل ليه، مش محتاجه قوي ان انا اديه. يبقى ادي لو طلعت نيسيريا، ده اللي عايزك تعرفه في النيسيريا، مش هممني دوزس، اللي عايز تفاصيل موجودة الدوزس، ولكن انا يهمني الكونسبت. كونسبت هو كده اما اي سي دي حاجة مهمة قوي في العلاج، فبالتالي همشي بالترتيب ده. الاحتمال التاني مش هيفرق كتير عن ده، هو الستريبتوكوكس، اللي هي الستريبت النمونية، مش فرقة كتير، مش فرقة، همشي بنفس الستيب، بنفس الستيبس. هي ايه؟ برضو هشوف الام اي سي بتاع البنسلين، لو قليل ادي بنسلين، لو عالي خش على السيفتراكسون. هنا بقى هتواجهني مشكلة في الستريبت النمونية، طب لو الاتنين عاليين، الاتنين الام اي سي بتاع البنسلين وبتاع السيفتراكسون عالي، لا ده كده في مشكله عند في الاورجانيزم دي، فخلاص خش على حاجه تانية بقى، خش على حاجه زي الموكسي فلوكساسين، وده واحد من الكينولون، موكسي فلوكساسين. الاستريبتومونيا خلاص نفس الفكره، في هايبر سنسيتيفيتي ممكن تدي الفانكومايسين، يبقى نفس الاستراتيجي. الستريبت هي زي النيسيريا، الفرق بس هما الاثنين. بص البنسلين ام اي سي كام قبل ما تاخد قرارك، لاما تدي هاي دوز بنسلين، لاما لا ادي هاي، ادي بقى الهاي دوز سيفتراكسون، او في هايبر سنسيتيفيتي ادي فانكومايسين. عايز تعمل كلورفينيكول بس لاست تشويس، وما تنساش تعمل بروفيلاكسيس في النيسيريا. الستريبت ليمونيه خد بالك نفس الكلام، بنسلين ام اي سي قليل ادي هاي دوز بنسلين، بنسلين طلع عالي ادي سيفتراكسون، الاثنين عاليين خش بالموكسي فلوكساسين، ممكن تستعمل فانكومايسين، وخد بالك بس من الفروق البسيطه دي. النوع الثالث اللي هو الستريبتوكوكس تايب بي، ودي حاجه بنشوفها كومن في ال نيو نيت، وغالبا بتبقى جايه من ال البريجننت فيميل. عشان كده بيبقى في عندي كده قاعده، لو بريجننت فيميل انا عايز اتاكد ان هي ما عندهاش النوع ده من اللي هو الستريبتوكوكس تايب بي وهتنقله، احتماليه النقل 50% انه يتنقل للبيبي، ومن 50% دول جاست 2% بس منهم ممكن اللي يجي لهم سيمتومز. هعالجه العلاج بتاعه بدي اللي هو كومباينيشن من الامبيسيلين والامينوجلايكوسايد، ماشي. طب مين الست الحامل اللي انا افكر اعمل لها مسحه واتاكد ان ما عندهاش النوع ده من الاورجانيزم؟ طبعا لو عندها، لو جالها عملت لها مسحه طلع فيها الستريبتوكوكس، او هي جالها هيستوري قبل كده في اي فتره الحمل بستريبتوكوكس تايب بي، او ولدت قبل كده بيبي وحصل له ستريبتوكوكال تايب بي انفكشن، في الحاله دي هحدي الست الحامل، هديها اللي هم الانتيبيوتكس دي، اعالج الستريبتوكوكس تايب بي. يبقى ده هنا المهم عندي هنا هو ان احنا ناخد بالنا ان ده بيتنقل من الست الحامل للبيبي، وعشان يتنقل لازم اعمل لها مسحه، طلع في حاجه بعالجها. لو عندي هيستوري، هي عندها هيستوري بقى
ان جالها قبل كده ستريبتوكوكال تايب بي او جالها بيبي اتولد وجاله ستريبتوكوكس تايب بي من انجايتس، فلازم اعالج وادي الكورس بتاع اللي هو امبيسيلين امينو جلايكوسايد. يعني دي البرنسبل بتاعتها، نبقى عارفينها كده ايه بالراحه. النوع الرابع بعد كده اللي هو الهيموفيلس انفلونزا. الهيموفيلس انفلونزا بقى مش زي النيسيريا. الهيموفيلس انفلونزا معظمها بتبقى بيتا لاكتاميز ريزيستنت، سوري بيتا لاكتاميز سنسيتيف. يعني دي ما ينفعش تفكر في بنسلين. الهيموفيلس انفلونزا بقى لو هو جالي عيان وطلعت هيموفيلس انفلونزا، البدايه هتبقى منين؟ مش هبدا ببنسلين خالص، على طول هخش بال اللي هم السيفتراكسون او الثيرد جينيريشن سيفالوسبورين. هبدا بالثيرد جينيريشن سيفالوسبورين تبدا بيه على طول. Alternative في عندك بقى ممكن تستعمل فانكومايسين، ممكن تستعمل موكسيفلوكساسين، ممكن تستعمل، لكن ما تفكرش خالص في البنسلين ده نهائي، لان الهيموفيلس غالبا هي بتبقى بيتا لاكتاميز سنسيتيف، الاورجانيزم ده بيطلع بيتا لاكتاميز، وبالتالي ما تفكرش في حاجه بيتا لاكتاميز زي اللي هو سنسيتيف يعني زي البنسلين، خش على طول بالسيفالوسبورين اللي هو الثيرد جينيريشن. ممكن افكر في الكلورامفينيكول، ممكن افكر في الكينولون، افكر في الفانكومايسين، لكن القاعده هيموفيلس غالبا ما بخشش ببنسلين خالص فيها. في حاجه مهمه قوي في الهيموفيلس، لازم اعمل بروفيلاكسيز. دي مهمه قوي لازم تتعرف. البروفيلاكسيز هنا برضو الريفامبيسين بس لمدة 4 أيام. يبقى الفرق ان في النيسيريا الريفامبيسين يومين، في الهيموفيلس الريفامبيسين 4 أيام. وطبعا بما ان فيها فاكسين، فلو البيبي او الطفل اللي واخد هيموفيلس حديله بروفيلاكسيز وما كانش واخد فاكسين قبل كده حديله الفاكسين. الفاكسين بيتاخد 3 مرات، ممكن ادي بوستشر دوز، لكن لازم تعمل بروفيلاكسيس بحاجتين: ريفامبيسين 4 ايام، ولازم تدي الفاكسين لو كان الطفل ده ما خدش الفاكسين قبل كده، فهنبدا نديله الهيموفيلس انفلونزا فاكسين. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على النيسيريا وستريبتوكوكس نيمونيه وستريبتوكوكس تايب بي اللي هي ساعات ستريبتوكوكس اجالاكسيا، بنسميها كده ستريبتوكوكس اجالاكسيا او هيموفيلس انفلونزا، واتكلمنا انا عايز البرنسبل بتاعت كل واحد عشان مش عايز تفاصيل، مش عايز دوزز، انا عايز كونسبت في علاج كل واحد، وتبقى عارف مين اللي ياخد بروفيلاكسيز ومين اللي ما ياخدش بروفيلاكسيز، وبناء على ايه بتدي، بتستعمل ايه هنا، وليه هنا قلت بنسلين هنا ما قلتش بنسلين. لازم نبقى فاهمين الكونسبت بس، لكن مش عايز تفاصيل دوزس لكل واحد. في حاجة مهمة بقى في المننجايتس اللي هو الدكساميسازون. ده بقى مهم جدا جدا جدا، دكساميسازون. والدكساميسازون مش كورتيزون، لأن ده أقوى أنتي انفلاماتوري من الكورتيزون. هندي طبعا الدكساميسازون بيبقى انديكيتد في الهيموفيلس انفلونزا، انديكيتد في الستريبتومونيه في بعض الاطفال في سن معين. بس هو الحقيقه ساعات بيبقى العيان جاي لي وانا مش عارف هو عنده ايه، انا لسه الايزوليشن ده بياخد له 2 3 أيام. وانا قلت قاعده مهمه قوي، اما تيجي تدي الدكساميسازون خد بالك لازم يتاخد لا اما قبل الانتيبيوتيك لا مع الانتيبيوتيك، مش بعديها، بعديها ملوش لازمه. فغالبا يعني ناس كتيره بتفكر ان الدكساميسازون يتاخد في المننجايتس قبل ال مشخص يعني علشان يحمي. طب دوره ايه؟ الانفلاميشن بيعمل نيورولوجيكال كومبليكيشن، هو مش بيأثر على الدس، مش بيفرق معايا في الـ في الـ في الـ في الفيتاليتي، لكن بيفرق في النيورولوجيكال كومبليكيشن. ولقينا ان في الحالات دي خصوصا في الهيموفيلس وفي الستريب في سن معين لما بدي دكساميسازون قبل الانتيبيوتيك، الكومبليكيشن زي الهيرنج لوس بتقل قوي، وبالتالي بقى ده مهم عشان يقلل النيورولوجيكال كومبليكيشن فقط. ده مهم،
هتديه ازاي؟ قلنا قبل او مع الانتيبيوتيك. تديه لمده قد ايه؟ ببدا ادي انترافينوس من 2 ل 4 ايام، برضو مش مهم الدوز، من 2 ل 4 ايام. ممكن تديه بقى كل 12 ساعه، ممكن تديه كل ساعه 24، مش فارقه معايا. دكساميثازون بس ناخد بالنا انه ثيوريتيكالي اما بتقلل الانفلاميشن ممكن يقلل البنتريشن بتاع بعض الانتيبيوتيك، بس الحقيقه ده ثيوريتيكالي ما اكتشفنا انه ما بيأثرش، ما ليهوش اي حاجه كلينيكال امبورتنت. يبقى الدكساميثازون مش الكورتيزون لمده من 2 ل 4 ايام قبل او مع الانتيبيوتيك مش بعديه. الدكساميثازون يقلل النيورولوجيكال كومبليكيشن، بيتاخد في حالات الهيموفيليز، بيتاخد حالات الاستريبتو، او غالبا ممكن نديه في معظم حالات الميننجايتس علشان اقلل الانفلاميشن اللي بيحصل، اللي هو بيبقى له دور في الكومبليكيشن. في بعد كده بقى نوعين، اللي هو حاجه مثلا زي اللي هو الانتريك جرام نيجاتيف. والانتريك جرام نيجاتيف يعني طبعا بقى لو دخلنا في كليبسيلا او دخلنا في سودوموناس او كده لازم دبل كفرج، يعني لازم تدي دوايين يشتغلوا. دي النقطه المهمه فيها، دبل تدي دوايين، بتدي حاجه مثلا من السير جينيريشن سيفالوسبورين، تدي حاجه من الامينوجلايكوسايد، تدي حاجه من الكينولون، بس لازم يبقى فيه اللي هو الدبل كفرج علشان الجرام نيجاتيف ده بيبقى الريزيستنس فيها عاليه قوي. في اللي هو بقى الاستيريا مونوسايتوجين، ودي بتحصل طبعا في بعض الناس، ليها علاقه برضو بالاميونيتي. الديوريشن اوف ثيرابي بتاعها بديها فتره طويله حوالي 26 يوم، ده اكسبشن بس نبقى عارفين فكره عنها، مش مهمه قوي. وبتدي تبدا طبعا برضو ممكن تبدا بامبيسيلين ومعاها امينوجلايكوسايد، بس ما بنطولش قوي في الامينوجلايكوسايد علشان النيفروتوكسيستي والاوتوتوكسيستي اللي ممكن يعملها الامينوجلايكوسايد. يبقى احنا هنركز على الاربعه جروبس دول اللي انا شرحتهم وقلت الكونسبت بتاعها، ومش عايز دوزس، انا عايز برنسبل بتاعه كل واحده من دول، وما ننساش البرنسبل خالص اللي قلتها في الاول بتاعه الانتي بايوتيك. حاجه مهمه بقى تانيه، ايه المشاكل اللي ممكن نشوفها من الانتي بايوتيك اللي قلتها دي؟ لازم نعرفها بقى. طبعا السيفتراكسون اللي هو ممكن يعمل سودو كوليلايسيس، اللي هو بيعمل استاجنيشن في البايل في البيلياري سيستم. طبعا بنسلين هايبر سنسيتيفيتي، امينوجلايكوسايد طبعا ده بيعمل نيفروتوكسيستي واوتوتوكسيستي، الكلورامفينيكول بيعمل جراي بيبي، سيبك من جراي بيبي لكن ممكن يعمل بون مارو سبريشن، الكينولونز ممكن ياثر على السي ان اس، يعمل كيو تي انترفال. فمن فضلك بس تبقى عارف لي ايه الادفرس افكت بتاعت الانتي بايوتكس دي. بعد كده في المننجايتس، في فانجل مننجايتس، وطبعا دي بتبقى من الحاجات يعني اللي غالبا بنشوفها في الاميونو كومبرومايزد بيشنت. فانجل مننجايتس العلاج بتاعها، هقول جمله او جملتين مهمين قوي في علاج الفانجل مننجايتس. علاج الفانجل مننجايتس انفوتيريسين بلس فلوسايتوزين، انفوتيريسين بلس مش لوحده، لازم الاثنين مع بعض. في حاجه اسمها اللي هو الانفوتيريسين ده نيفروتوكسيك، فلو جالي عيان عنده فانجل مننجايتس وكان عامل مثلا رينال ترانسبلانتيشن وبياخد اميونو سابريسر، يبقى ده عيان عامل رينال ترانسبلانت وبياخد اميونو سابريسر وجاله فانجل مننجايتس، طب ما انا لو اديته انفوتيريسين هيحصل له ايه في الكيدني؟ هتبوظ وانا لسه ناقلها له. ففي الحاله دي بنستعمل اللي هو اللايبوزومال فورم من الانفوتيريسين. يبقى اللايبوزومال فورم من الانفوتيريسين ده بيستعمل لو العيان عامل رينال ترانسبلانت او عنده ريسك ان هو يخش في رينال توكسيستي، او يعني عنده كده جريد من الكرونيك رينال ديزيز. يبقى الفانجل علاجه جملتين، انفوتيريسين بلس سايتوزين، لو العيان عنده رينال ترانسبلانت او عنده حاجه في الكيدني يبقى ياخد اللي هو اللايبوزومال انفوتيريسين بي. هو ده المهم في الفانجل مننجايتس. الفيرال غالبا سيلف ليميتد، الفيرال لو هي بقى هيربال مثلا ممكن ادي الاسايكلوفير،
طبعا يعني الفيرال ما عنديش علاج قوي قوي للفيرال. اخر حاجة في المنينجيتس برضو كده نعرفها كلمة بسيطة عنها اللي هو تي بي منينجيتس. تي بي منينجيتس خد بالك بس ان الديوريشن ممكن توصل لسنة او اكتر من سنة، ممكن توصل لسنة ونص سنتين، دي مهمة قوي في الديوريشن. طبعا بنستعمل بقى الاي ان اتش اللي هو الايزونيازايد، بايرازينامايد، ممكن ادي الريفامبيسين، كل الادويه دي بتعدي البلاد برين بارير. بس المهم في المينينجايتس اللي هو التيبركس مينينجايتس ان الديوريشن بتاعتي على الاقل بتبقى سنه في علاج التيبركس مينينجايتس.